العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. النهاردة ومشيئة الله تبارك وتعالى يوم الأربعاء الموافق 9/2015 وبناء وتنفيذا لتعليمات السيد الدكتور معالي وزير الأوقاف بحملة تنظيف المساجد على مستوى الجمهورية، فتم بحمد الله تشكيل لجنة من الإدارة بمعرفة فضيلة مدير إدارة فضيلة الشيخ محمد الحامد وفضيلة الشيخ بشير نادي درويش رئيس الإرشاد الديني وفضيلة الشيخ سعد عمر مفتش المساجد وفضيلة الشيخ عبد العظيم عيد مرعي إمام خطيب مسجد نور الإسلام الشيخ طاهر وفضيلة الشيخ أحمد حمدي إمام المسجد. وكنا في المرور على مساجد قرية ميانة تبع مركز إحناسية وعلى مساجدها، ولقينا الحالة مطمئنة والحمد لله والنظافة ممتازة داخل وخارج المسجد، والجمهور أشاد بهذا الدور، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من يشارك ويساهم في عمارة ونظافة وبناء المساجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في سجل أعماله إن شاء الله. وجمهور المسجد أشاد بهذا العمل والحمد لله رب العالمين. احنا متوجب بخالص الشكر لمدير الاداره والاخوه الزملاء على مجهودهم الجبار في المرور على مركز ناسي وحفظ النظافه، وهذا عمل جليل بيقوموا فيه في الفجر وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونتمنى من ربنا توفيقهم، وهم والوزير الدكتور محمد صدومة تحت القياده السياسيه للزعيم عبد الفتاح السيسي. بدورنا في قسم الإرشاد الديني نبهنا على فضيلة الإمام حصر الكتب وجمع الكتب المخالفة لتنفيذا لتعليمات معالي وزير الأوقاف في هذا الشأن، ولتوقية الفكر الإسلامي والمشي على الفكر الوسطي الأزهري الخالص، ونشكر الجهد القائم به فضيلة الإمام أو شيخنا مدير إدارة أوقاف الناسية فضيلة الشيخ محمد عيد حامد. والسلام عليكم.